عميق
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اخوة الإيمان والإسلام، بمناسبة عودة الحاج رضوان حسن والحاج حرم من الأراضي الحجازية المقدسة، والموافق اليوم السبت 19 من شهر المحرم عام 1416 هجرية، 17 من شهر يونيو عام 1995 ميلادية، ومن أسراد المقام بالشاورما بديوان العائلة مركز المنشاه محافظة سوهاج، نجتمع على مائدة القرآن الكريم. ومعنا في هذه الليلة الكريمة علم من أعلام قضاء النزاع جمهورية مصر العربية، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود أبو الأرض الصعيد. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة المباركة من قارئ طيب مجيد مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود أبو الأرض الصعيد. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة من الأخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله عليه وسلم. Oh.
عليك. نعم يا أبا أحمد نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله عليه وسلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم يا شيخ محمود نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك.
Thank you.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصالحين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء down.
عالم محقق ما شاء الله. نعم نعم يا حاج، حجكم جميعا ان شاء الله. حسين مولانا بارك الله فيك يا حج رضوان. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها. يا رئيس نعم وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي يا أيها النبي Yeah.
لك العذاب ضعفا وكان ذلك على الله يسيرا. حبايبك دول خلي بالك معاهم I'm
الله أكبر.
وتخفي في نفسك ما الله
مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وكان أمر الله مفعولا. نعم يا أستاذ. وكان أمر الله مفعولا. لا إله إلا الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله جميل. الله ينور عليك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا Thank you.
Yeah.
عظيم يا شيخ ما شاء الله. يوم ينقرون موسى. الله الله. وأعد لهم أجرا كريما. نعم يا رئيس. صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي أرسلنا شاهدا ومبشرا كل ساعة افتكر حبايبك يا الله
يا مولانا وكان كتاب الله وقارئنا للزعيم الكبير الشيخ محمود ابو الدرداء الصعيد مع تحيات اولا نقول شكرا لك بالشوارع مركز المنشاه محافظه سوهاج بمناسبه عوده الحاج رضوان حسن والحاج حرم من الاراضي الحجازيه المقدسه. اللهم اني اسالك ان تتقبل هذا الحج وان تجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. الموافق اليوم السبت 17 من شهر يونيو عام 1995 ميلادية. لنا لقاء آخر في مسك الختام وقارئنا الإذاعي الكبير الشيخ محمود أبو الورى الصعيد. فضيلة الشيخ سيد الملك، طبعا انتم شرفتنا النهارده في الشاولة والعربات والشيخ محمد حسين وجميع مشايخنا الكبار والشيخ فضيلة الشيخ ابو سعد طبعا الشاولة استاذنا الفاضل طبعا احنا خمس دقائق معاه في السجاد وبعدين مع قرانك مع الوعظ والارشاد واساتذتنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد بن عبد الله. والله ما خلق الإله ولا نرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد الأمناء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة المبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت من أبواب بدرا نيرا.
صلى عليك الله يا علم الهدى وعلى آلك وأصحابك وأتباعك ومن سلك طريقك ودعا إلى ربك إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها السادة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنه لباسم الأسرة الكريمة أسرة أبي خلاف في الشواولة ممثلة في شخصية رجل التربية والتعليم الحاج رضوان حسن رضوان. أتقدم إليكم جميعا بخالص الشكر وعظيم الكرم. ونحن باسم المدعومين جميعا نتقدم الى الاستاذ الحاج رمضان والى الاسره الكريمه بالثناء المصطفى حيث اختار لنا في هذه الليله القارئ الاذاعي الامين فضيلة الشيخ محمود أبو بكر الصعيدي. وإنه لنعم القارئ للقرآن الكريم في الوقت وفي البدء وفي مخارج الحروب. ولا شك أن حملة كتاب الله الكمناء في التلاوة يقال له يوم القيامة اقرأ وارقض رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ. ليس في وسعي أن أتكلم عن مراحل مناسك الحج للحج رمضان والسيدة الكريمة الحاجة زوجته بدءا من دخولهما المدينة المنورة وزيارتهما لقبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقوفهما مصليين ومسلمين وداعيين وصلاة في المدينة في المسجد النبوي الشريف وفي الروضة الشريفة. ولا أتكلم عن وصولهما إلى ذي الحليفة وهي آثار عليه وهي ميقات أهل المدينة. ولا أتكلم عن دخولهما مكة من باب السلام حيث طاف حول الكعبة بدءا من الحجر الأسعد وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما أقبلته. هنيئا لهما بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة وبالوقوف بعرفة وبالمزدلفة. أقول لهما هنيئا لهما وقد تمتعتما بمناسك الحج وبالأماكن التي كان يتنزل فيها رب السماء إلى أن عدتما إلينا سالمين غانمين. فنسأل الله لكما حجا مبرورا وسعيا مغفورا وسعيا مشكورا وزوجا مغفورا انه على ما يشاء. تعالوا بنا في لحظات وان كنت قد وقفت وفي المجلس الموفق من هو افضل واكرم منه منزله من الناحيه العلميه. ولم أنسى هذا التنازل من فضيلة المربي الفاضل الأستاذ محمد بشير
مدير مدرسة الشباب الإعدادية والذي وقف بنفسه ليقدمني لألقي هذه الكلمة، فمع لحظات مع القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ محمود أبو الله الصعيدي وهو يركز على مشاريعنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حقا إن حياتك يا سيدي يا رسول الله كانت مليئة بالعبر والعظات، حافلة بالآيات البينات. وصدق رجل أن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نادته السماء نودي من فوق سبع سماوات، إما بصفة النبوة وإما بصفة الرسالة، بخلاف الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه. فالحامد نادى يا داود يا عيسى، ولكن الحق تبارك وتعالى مع اصطفائه للحبيب محمد نادى إما بصفة النبوة يا أيها النبي، وإما بصفة الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تذكرت الأحبة المستمعين وفضيلة الشيخ محمود يردد من المؤمنين لله، وطلبوا منه أن يكرر هذه الآية، حقا من المؤمنين لله صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا في وعدهم مع الله بأن يكونوا فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل. إذا جن الليل نرى كل واحد منهم يدخل بيته ليعيش مع الله في تلاوة القرآن، وقد رطب لسانه بذكر الله، ويحضر لما قاله أحد العارفين: لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خدامة. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، نراهم دائما يرددون اسم الله إما في تلاوة القرآن وإما في الذكر والتسبيح. فإذا ما طلعت الشمس ونودي حي على الجهاد رأيناهم فرسانا بالنهار. ينتقل واحد منهم صحوة جوابه لينال إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه بالاستشهاد كحمزة ابن عبد المطلب وكمصعب بن عمير في غزوة أحد، ومنهم من ينتظر أمر الله وما بدلوا تبديلا، أينما غيروا العهد الذي عاهدوه مع الله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ولولا ردد القارئ الكريم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تذكرت هذه الآية وتذكرت موقفا لعلي بن أبي طالب يوم أن كان سنه لا تتعدى السابعة والعشرين من عمره، وكانت غزوة الخندة والتي سماها القرآن الكريم لغزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا
للقضاء على محمد وأصحاب محمد. والرسول صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة مع أصحابه بعد أن حفروا الخندق. وكان في صفوف المشركين رجلا كانت قوته تعادل من قوة السبعين من إنه عمرو ابن عبد الوهاب أو ابن عبد الوهاب، لأن في قراءة سبعية والدل موجود إما عمرو بن وهب أو عمرو بن وهب. ونادى مجتمع المسلمين: يا محمد هل من مبارك؟ فلم يجبه أحد. ثم دعا إلى مبارزته في اليوم الثاني: هل من مبارك؟ فلم يجبه أحد. ثم دعا إلى مبارزته في اليوم الثالث: هل من مبارك؟ ولما لم يجبه أحد ورأى الخوف منه والحذر منه صاح قائلا: يا محمد ألست تدعون أن قتلاهم في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون، وأن قتلانا في النار يعذبون، فلماذا لا يقدر أحدكم على كرامة من ربه أو يقدم عدله إلى ماله؟ وهنا أخذت الحمية علي بن أبي طالب وقال على أجالده: يا رسول الله. فقال له الرسول: اجلس يا علي، إنه عمرو بن عبد الوهاب. فقال: والله لا بد من مبارزة هذا العدو. وكان الرسول يلبسه عدة المبارزة وهو يقول: اللهم إنك تعلم أن عبيدة بن الحارث ابن المطلب استشهد في غزوة بدر، وأن حمزة ابن عبد المطلب استشهد في غزوة أحد. وهم عليه يبادل عدوه: عدو الدين، رب لا تذرني فردا وعدك خير الوارثين. عليك. والتحم علي مع المشرك. وهنا أثيرت عجالاتي أخذهما عن أهل الراضين، وإذا بصوت يدوي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهنا علم للمسلمين أن الدائرة دارت على عدو الله. ثم شوهد علي يمسح سيفه بثوب عمرو وقتله. وبهذا القدر أكتفي، لأترك المجال للعلماء الفاضل في هذا البلد الكريم. أقول قولي هذا وأسأل الله للحج رضوان وللحاجة زوجته حجا مبرورا إنه على ما يشاء قدير. وشكرا على اختيارنا للقارئ الإذاعي فضيلة الشيخ محمود عبد الله الصعيدي، وأترك المجال لمن هو أقدر مني تعبيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. لا فضحوك وبارك الله فيك. أستاذ دائما كثير، فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وحفظه من أقوال الملحدين ونزوات الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وجعله خليفة في أرضه ليقيم العدل وينشر المحبة والمساواة. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للخلق هادية
هاديا مبشرا ونذيرا ليخرج الناس من ضلالات الشرك الى نور الحق المبين، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه هداه المهديين، فرضي الله عنهم اجمعين، ورضي عمن سلك مسلكهم وتفلق باخلاقهم ونال نهجهم واستن بسنتهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اما بعد، فيا ايها الجمع الكريم، شكر الله له حفظه، وان شاء الله جميعا نكون في مثل هذا الاحتفال من العام القادم ان شاء الله والعود احمد الى حج بيت الله الحرام وزياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا في هذا المكان بمناسبه عودة فضيلة الشيخ رضوان وحرمه من الأراضي المقدسة وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمعنا في هذا المكان أيضا باستضافة العائلة الكريمة، ولقد سبقني في الحديث أستاذنا الفاضل الجليل الشيخ السيد الخلق، ولعل هناك مناسبة بين الخلاق وبين السيد الخلق، ولا أدري لماذا كان هذا الترتيب الشيخ السيد الخلق قبلي وفضيلة الشيخ أبو محمد ربيعي بعد، ولعلي أنا المقصود في هذا التقسيم لأني وقعت بين كفتي الرحمة. نعم، هذه مناسبة طيبة، هذه مناسبة للتحدث والحديث عن الحد، وهو ركن من أركان الإسلام وقاعدة من قواعده، وكل ما يقال في الحج معاد مكروه، ولعلي أترك الحديث فيه لمن هو أفضل مني، أخي وزميلي الأستاذ أبو الحمد أبو ربيع. ونبدو في هذه المناسبة الهجرة، هجرة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهي مناسبة قلما يتذكرها المسلمون، لأن لا خير في ماض لا يرتبط بحاضره. نحن في هذه المناسبة نتذكر ما لقيه محمد صلى الله عليه وسلم من العنت ومن السخرية ومن الاستهزاء من قومه ومن المشركين. بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوم كانت تحكمهم شريعة الله، الأقوياء والأغنياء والحكام لهم كل شيء، وليس للضعفاء وللسوقة إلا الفداء. الناس كان يفخر بكل شيء الأغنياء، أما الضعفاء فليس لهم شيء في الحياة. كانوا يفتخرون بذلك، قبل أبي الإسلام كانوا يفتخرون بالظلم، وكانوا يفتخرون بالجبل والجبروت، وكانوا يفتخرون بالغطرسة والغرور.
يسمي شاعره في ذلك فيقول: ونشرب إن وردنا الماء صفوة صافيا زلالا باردا رباحا، ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كبرا وقيلا إذام الملك سام. ويحدثنا أيضا ويسجل ذلك شاعره أيضا وهو معين في السنة فيقول: وما لم يلد عنا خالق إلا مخلوق، إما آكل وإما مأكول، إما معتدل وإما معتدل عليه. بل كانوا يفتحون بالجهل وكانوا يفتحون بالعقل، فكان الواحد منهم يقول: إن عقولنا تزن الجبال رجاء عدم. طب ماذا عن جاهلهم؟ ويقول جاهلنا في عالم الحلم جاء رسول الله عليه وسلم في هذا العهد المسلم، في هذا العهد الذي يظهر فيه الإنسان الإنسان، بل إن الإنسان كان يخر إلى سقوف الجبال من ظلم الإنسان. فاسمع إن شئت قول شاعره مسجلا ذلك الظلم وهذا الجبر والجبروت، فيقول: عوى الذئب، الديب اللي هو المفترس، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يا سبحان الله، منطق معقول. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن هذا الشعار من القرآن الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مقاييس الجاهلية بالمال والحسب والنسب ضاعت، لذلك اجتمع أبو سفيان بن حرب وهو زعيم من زعماء قريش وشيخ من شيوخهم وعمل من أعمدتهم، اجتمع أمام دار عمر بن الخطاب ذلك الخليفة العادل. هو من؟ هو بلال بن رباح، وتعلمون أن بلالا هذا عبد الحبشي أعده الله بالإسلام، فكان يقول عمر بن الخطاب في شأن بلال: هذا العبد الحبشي بلال سيدنا وابن سيدنا، إنها عدة الإسلام، إنه الإسلام الذي لا يفرق ولا ينزل الناس إلا بمنزلة التقوى. اجتمعوا هما اثنين أبو سفيان ابن حرب وبلال، فأذن بالدخول لبلال ولم يؤذن لأبي سفيان، فظهر الغضب في وجه أبي سفيان، فجاءه من يقول له من الجالسين: يا بني قريش، ضاعت الإنسان، إن الرجل وسابقته في الإسلام والرجل وتقواه، إن أقربكم عند الله أتقاكم. أليس محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول ليحطم الطواغيت وليحطم الكبريات وليحطم الاستعلاء؟ قل لكم لآدم وآدم من التراب، لا بد لعربي على آدمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين وزوج علي بن أبي طالب، وهي أحب بناته إليه. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعمل فلن أغني عنك من الله شيئا. يا زينب بنت عبد المطلب عمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعملي فلن أغني
ما قالوش دعوهما من الجماعة الإخبار خالص، لهم استثناءات، لهم تجاوزات. الإسلام طبق قواعده وشرائعه وتعاليمه على القاعدة، ثم بعد ذلك صعدت إلى الهرم، طبق قاعدته آدم، طبق قاعدته من القمة، ثم نزل إلى القاع، بخلاف الوضع السائد في عصرنا هذا، يطبق على الضعفاء وعلى من في القاع، ثم لا يتجاوز من هم في القمة. إنها شريعة الله، إنها تعاليم الله سبحانه وتعالى. هنذكر لكم القصة برضه للتذكر والعظة، ولعل الكثير منكم يعرفها. طبعا الوشيون هم أهل السيادة وأهل السقاية، ولهم في العرب منزلة عظمى بالنسبة لأنهم كانوا يشتغلون على المسجد الحرام والكعبة. فسرقت منهم امرأة مخزومية، وبنو مخزوم بطن من بطون قريش، يعني عائلة أو فرع من عائلة قريش. فسرقت المخزومية، فقالوا لو أن محمدا طبق عليها الحد فرع يدها لعيرتها العرب، فمن يشفع في المرأة المخزومية أو في الواحد فدى له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع في تعطيل الحد. أسامة بن زيد وهو حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن حارثة والده كان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة هذا كان حفظ رسول الله حمل يدها. إنما أهلك الأمم قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. نعم، هذه هي قواعد الإسلام وتعاليم الإسلام. ولا أطيل وأدع المكان للحديث للأستاذ الفاضل الأستاذ أبو الحمد أبو ربيع، فليتفضل سيادته مشكورا، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى للحج أن يكون حجا مبرورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث بعد هذا البحر الفيار فإنما هو حديث قصير، أذكر فيه بشيئين. الشيء الأول، إن الحج ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل اشترطه بالقدرة، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع من المسلمين فعليه أن يبادر بالحج، لأن نهاية الآية مخيفة. بقية الآية على التعقيد فيها يقول الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأنا أذكر القادرين من هذه الأمة والذين يسمعون هذا القول، أذكر القادرين منهم بأنهم يعزموا على أداء الفريضة حتى يثبتوا هذا الركن الركين من أركان الإسلام، وحتى الذي يسبقه أجله تكفيه نيته، ومن يقضي من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وأذكر أيضا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا التعقيب أيها الإخوة وهذا الحديث المخيف يذكر كل مسلم قادر ليبادر بأداء هذه الفريضة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أذكر به أيضا وأذكر نفسي، إن
النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وإذا فالواجب على كل من تخطر قدماه إلى هذه البقعة الطاهرة التي ضمت جسد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأدب بأدب الله عز وجل. فقد أمرنا دينا أن نخفض أصواتنا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وما دام نبينا حيا في قبره فالواجب على كل من يزوره أن يتأدب بهذا الأدب القرآني، فلا يرفع صوته ولا يهرج في الروضة الشريفة. فإن المصريين بالذات هم الذين يثيرون ضجة كبيرة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النساء يزغرطن والرجال يفرحن ويوالين. لا أيها الإخوة، نحن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره، فلنسلم عليه. وقد ورد كذلك عن كثير من العلماء أن ممكن أن يبلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت حاجا مسافرا إلى هناك فحمله سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الحاج: السلام عليك يا سيدي رسول الله من فلان ابن فلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه. وصدق صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ثم أيها الإخوة، أذكر بشيء آخر: إن حسن النية للحجاج والذي يتقبلهم، فإن كثيرا من الناس يذهبون إلى هناك دون فقه. الله عز وجل هو الذي يتقبل هؤلاء. الحج أيها الإخوة يحتاج إلى التذكرة دائما. ويا حبذا لو سافر الحاج مع رفقة يقول بعضهم على شيء من الفقه حتى يذكر بعض من بعض، لأنها مناسك ليست مصررة وينساها الناس. فالحاج في حاجة إلى من يذكره بهذه المناسك. ثم أبشركم أيها الإخوة حجاجا ولاوين الحج بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومه ولدته أمه. يعني الحج يكفر الذنوب ويكفر السيئات. من يمم البيت الحرام ملبيا وسعى وطاف تساقطت آثامه، ومقام إبراهيم من صلى به في جنة المأوى يكون مقامه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل دمعنا هذا دمعا مغفورا له، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن لا يحرمنا وإياكم حج بيته ولا درحة من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب ما يشكل لك صورة غير منك. هلا يجبنا الصورة بولين الموافق اليوم السبت 19 من شهر المحرم عام 1416 هجرية، 17 من شهر يونيو عام 1995 ميلادية،
تلاوة مباركة من قارئ طيب مدير مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود أبو الوفا الصعيد. أيوة شيخ محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله. الله الله يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مغفرة وأجر عظيم.
بارك الله فيك. الله الله. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور يا أيها الذين آمنوا نعم Thank you.
المستمعين فاهمين لك هي اللي بالتدراج انت مش عارف فيه تشبث ولا يا فيهم ولا طيب لما يشوف فتبينوا اي فتثبت فتبينوا سلام يا سلام. نعم يا قرآن. نعم يا بكمة. الله يعينك. الله يكرمك. يا أيها الذين آمنوا. الله يكرمك يا أمين. Allah, Allah.